الرحمن يا رحمن. كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أفصح اللغة وأغناها، وهي لغة القرآن ولغة الله الذي أنزل وحيه بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير قليل من الآيات البينات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم. ولا يخفى عليكم أيضا أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية، ولا يتسنى لأي طالب أن يتجرى في العلوم الدينية بغير إتقان اللغة العربية، فاللغة العربية هي لغة المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذه اللغة نقرأ كتاب الله، وبها أيضا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل طالب أن يجتهد في تعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقته ليصل إلى كل ما يتمناه من اللغة من العلوم الدينية. أيها الإخوة، كانت اللغة العربية تتسع لكل زمن، ففي اللغة العربية كلمات في العلوم والآلات والصناعات الحديثة مما لا يحتاج إلى التعبير عنها باللغة الأجنبية. أيها السادة الأعزاء، كان العلماء أباؤنا القدماء يجتهدون أن يخرجوا أولادهم عربا يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية، فبهذا ألفوا كتب اللغة كالنحو والصرف وغير ذلك. هذا ليحصل على الطالب تعلم اللغة العربية ليكون أداة لهم، يعني للطلاب. فيجب علينا جميعا أيها السادة أن نتكلم باللغة الفصحى صحيحة، ونبتعد عن اللغة العامة التي وقع فيها كثير من الناس، وهذا وأخيرا أستعفيكم إن وجدتم مني الأخطاء، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. وأشكركم على حسن استماعكم، وأختتم قولي بالحمد لله رب العالمين. انظر ما قال ولا تنظر من قال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.